كابتن فهيم عمر في المباراه النهارده كان نتيجه ايه، وهل كان لك اعتراض على لعبه معينه احنا شفناها بس الناس تحب تعرف قرار كابتن فهيم ليك النهارده في المباراه بالطرد كان اسبابه ايه؟ لا يعني هو ما قرار الطرد يعني مش عارف، هو بالنسبه لي انا يمكن الدكه كلها اتحركت في الكره الاوفسايد دي، فالناس كلها طلعت على الخط، فهو حس ان لازم يكون في حد، فكنت انا يعني، لكن الحمد لله انا ما قلتلوش اي حاجه، ورحت له بعد المباراه حتى هو قال لي ما يعني ما فيش مشكله خلاص، يعني ما احنا اصحاب ما فيش مشكله يعني الحمد لله. قبل المباراه كابتن طلع كان بيقول لي النهارده الاهلي فرق معايا بخطوه زياده انه كان بيلعب في المشروع الافريقي ده. فنتيجه 2-1 النهارده بالنسبه لكم تعتبر رغم الخساره لكن اداء جيد بالنسبه لفريقكم؟ يعني الحمد لله بعد توقف 3 شهور او اكتر من 3 شهور اداء الحمد لله مشرف، اداء كويس جدا قدام بطل الدوري، لسه لحد الان بطل الدوري، اعتقد ان احنا عاملين جيم الحمد لله خلال 90 دقيقه، ما اعتقد ان احنا الحمد لله ادينا اداء كويس جدا. فريق النادي الاهلي زي ما الكابتن قال ان هم قابلينا بشويه لان هم لاعبين مباراه رسميه، احنا ما لعبناش ولا مباراه رسميه من ديسمبر. الحمد لله على الاداء النهارده، مقدين اداء الحمد لله مشرف، ان شاء الله الفتره اللي جايه هتبقى احسن ان شاء الله. انا بشكرك وبالتوفيق لفريق شرطه المرحله الجايه. انا عايز بس اشكر جمهور النادي الاهلي، عايز اشكره لانه استقبل فريق الشرطه استقبال كويس جدا، استقبال طيب قبل بدايه المباراه استقبلوا فريق الشرطه استقبال طيب جدا، فاحنا بنشكره ونتمنى ان يكون هو ده السمه المميزه في ملاعب انديه مصر. معروف عن جمهور النادي الاهلي بالتاكيد. طب شكرا.